بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله الذي خص أهل بيت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأحمد الخصائص وطهرهم فيما بطن وظهر من النقائص وقلدهم بفرائد جواهر المناقب وتوجهم بتيجان المهابة والوقار فهم كالكواكب في المواكب لأنهم بضعة ذاته وجمعة أسمائه وصفاته صلى الله وسلم عليه وعليهم ووجهه من حضرات التقريب نجائب المواهب إليهم صلاة تنظمنا في سلك ودادهم وتجعلنا من أهل رشادهم أما بعد فهذا مولد لمعة النبراس النبوي وشعلة المقباس العلوي من مناقب فخر الأمجاد قطب الزمان شيخ الإرشاد سيدنا ومولانا عفيف الدين السيد عبد الله الحداد نفعنا الله به وبآبائه والأجداد والأولاد والأحفاد رضي الله عن الحداد القطب فخر الأمجاد رضي الله عن الحداد القطب فخر الأمجاد رضي الله عن الحداد القطب فخر الأمجاد صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى في خير البرية قال الحمد لله مهتويج سادتي بتاج على من أهل بيت طهارتي هم المرشدون الصابرون وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات ولا التفت إلا له وتوكلوا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية ولقب بالحدى ذي منسوب خامس صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية هو العربة الوثقى فاطمة تدبينا وكهف أمانيه ابتغى
أخباره من ولادته إلى ارتهاله من دار الدنيا إلى دار قراري. فأما الحكاية الأولى فنسبه الشريف علو مجده المنيف، فهو عبد الله بن علبي بن محمد بن أحمد بن عبد الله محمد الحداد بن علبي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن علبي بن محمد صاحب المربات بن علي خالع علي قال إن قسم بن علبي بن محمد بن علبي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى النقيب بن محمد بن علي العريض بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زير العابدين بن سيدنا الحسين بن الإمام الهمام أسد الله الدرغام زوج البتول وابن عم الرسول علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وكرم الله وجهه والهزبر من بني عالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعمن ذكرنا من السادات ونفعنا بهم وبأمثالهم في الحياة وبعد الممات وأتر اللهم قبره بالرضوان وعرف شذا من روح وريهان يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي نسب طارع
الثانية في ولادته وبدايته في الطريق وأخذه عن مشائخ التحقيق. فهو رضي الله عنه ولد بمدينة تريم ليلة الاثنين الخامس من سفر سنة 44 بعد الألف من هجرة سيدنا محمد المختار من مضر صلى الله عليه وسلم. ما لاهت الشمس وتلألأت فتاريخ مولده الشمس طلعت. وأيضا عابد الله الحق بوجوده زاده الله مجد سعوري. الشمس قد طلعت تاريخ مولده من هجرات المصطفى المختار من مضري. يا ربي صل على النبي محمد نباتا حسنا وأفاض على ذاته الشريف سناء وسنا. فحفظ القرآن في أول نشأته وفاق القرآن في عزمه وهمته واستغل بطلب العلوم وفاز بالمنطوق والمفهوم. فجد واجتهد وشمر في مسالك الرشد وأخذ على علم الباطن واللاهر عن كل علامة ماهر. وكان حريصا على التفف في العلم والأخلاق حتى فاق بالاتفاق وأتهف القلوب والأسماء والأحداق. بما رق من مفاخره براق حتى صار بعض أساتذه من تلاميذه لما ظهر عليه الحال من الكمال والنجابة وصدق الحال والإصابة. فانفرد بالعلم والعمل ونال منهما غاية الأمل. وأتر اللهم قبره بالرضوان وعرف جذي من روح وريهان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الحدادي القطبي فخر الأمجادي. رضي الله عن الحدادي القطبي فخر الأمجادي. رضي الله عن الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله.
الرفع والتوجه الدائم الأنفع كان يطوف ليلا في مساجد تريم ليفوز من مشاهدتها بكل رزق كريم حتى أنه ربما نام في مجاز بعض المساجد ليفوز بالحقائق من مجازات كل عابد وكان لا ينام ولا له من سنة لا سيما قبل وفاته من 30 سنة وكان يعجبه أهل الهمة والنشاط في ذلك ويجتهد في إدخال من أمكن إدخاله في مناسك هذه المسالك ويدعو بالحال والقال إليها ويعين بالمال والنفس عليها وكان يقسم ليله بين تلاوة وصلاة وغيبة عن السواه وانتباه ووجد وشجون وتهديك وسكون وربما دار لفرض هيام وترنم بشيء من النظام لا سيما كلام سلطان العشق الفائض سيدنا عمر بن الفاروق رضي الله عنه لما فيه من الإشارات الدقيقة والعبارات الرشيقة النهيجة النشواق لأهل الأذواق وكان رضي الله عنه يقلل من الطعام لشغله بما ثم من مرام بل كان في غالب أمره ويأكل للموافقة إذ هي من شرط الموافقة وله من التخلق بإرث قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئة أحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني الحظ الوافر والنصيب المتكاسر ولم يزل في كل أحواله عاملا فرضا أو نفلا وإن له في صلاته لشغلا الله أن الحدادي القطب فخري أمجادي مرادي يا مرادي يا مرادي
حكي أنه رضي الله عنه برز في محاريب الدعوة إلى الله إماما، ووفى بحقوقها توقيرا واحتراما، وقام على منابر الكمال خطيبا، وضم الكائنات من أنفاسه العطرة طيبا، وقد قام بقوانين البداية فاستقامت له على أرائك التقريب عرائس النهاية، وتم له السلوك فصار من الملوك فتصدر للإرشاد، ودل على الله الحاضر والباد، واتفقت على طاعته ومحبته العباد حتى أهل العناد، فترقى في المقامات العلية حتى يتبختر في الخلع القطبية، ومكث فيها 60 عاما، وعظم شأنه فيها أبدا وختاما، وأذن له بالتحدث بالنعم بعد رسوخ القدم، وكان يقول كنا نطلب من الكل والآن يطلب الكل منا، وقال أنا صاحب وقتي ليس لي فيه منازع، ومن أذعني أذبته ذوبان الملح في الماء، وقال نحن ملوك الأرض والسماء، وقال ما لأحد معنا وجود، وهل للنجوم مع نور الشمس ظهور، وقال نحن للناس كالشمس، من فتح بابه أصاب منها بقدر ما فتح النور، وقال أنا سيف مجرد بلا غمد، فلله الشكر والحمد، وقال إن الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز رضي الله عنه جلس على بساط، ثم طوي بعده إلى زمان الشيخ عبد الله العيدروسي فبسط له، ثم طوي بعده إلى زماننا فبسط لنا فجلسنا عليه، ثم يطوى لفقدنا من الدنيا ثم لا يجلس عليه أحد، الآن بقي من يستحيي منه رضي الله عنهما وعنه، وكم له من الأقوال ترشد إلى عظيم ما نال من الكمال، وأما حسن اتباعه لجده صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، فقد انفرد به في زمانه وفاق به سائر أقرانه، فلم يزل على السنن المحمدي في سائر مناهجه راقيا بالوصف الأحمدي في معارجه، وظهرت عليه الأخلاق النبوية، وتجلت عليه الأخلاق المصطفبية، فكان عزيزا على الله متحمل العنة عن عباد الله، حريصا على إدخالهم في خواص الأمة الأمية، رؤوفا رحيما في كل قضية، بل كان في ذلك الزمن الرغد كالروح للجسد. يا الله أهل الحنتادي القطب فخر الأمجاد، رضي الله عن الحنتادي القطب فخر الأمجاد، رضي الله عن الحنتادي القطب فخر الأمجاد، say
شكر جزيل ما ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي نعم الولي نعم البكي وعلى النبي من السلا الحكاية الثالثة في نصائه وإرشاده واعتنائه بالآخذين عنه وقصادي فأما نصائه فكثيرة وافرة وإرشاداته شهيرة متواترة منها قوله رضي الله عنه إذا لم يمكنك أن تقوم بالأمر كله فتبسد فيه فقد قيل إذا كانت الغايات لا تدرك فالقليل لا يترك ومنها قوله الواجب على كل مؤمن أن يحترز من المعاصي صغيرها وكبيرها كما يحترز من النيران المهرقة والمياه المغرقة والسموم القاتلة والأسود السائلة ومنها قوله تأدبوا باطنا فإنه لا ينفع أدب الله لدون أدب الباطن ولا تعملوا ما اعتاده الناس فإن هذه العبائد قد أفضت إلى فساد الدين فذهب الدين بذهابه ومنها قوله رضي الله عنه لا تسله لمتعبد ولا لمتفقين مجالسة أرباب المواهب من العارفين فإنه قد يكون ضعيف الهمة ضيق الصدر قاصر النظر قد يرى ما يخالف ما عنده فينكره فيهلك والعارفون قد ارتفع نظرهم فلا يرون أفعال الخلق ولهم في فعل النية وقد قصر نظرهم على الباطن فقط وينظرون إلى الخلق نظر الرحمة ومنها قوله لا يتم السلوك إلا بالزهد والزهد إلا برفض الدنيا والإعراض عن الشهوات والإقبال على الله في كل حالات وعلامة الزهد أن يغتم عند الوجد ويفرح عند الفقد رضي الله عن الحتادي القطبي فخر الله عن الحتادي القطبي فخر الأمجاد
بسم الله الرحمن الرحيم. والحكاية الرابعة في ذكر شيء من بواهر حكمه وصرد نزر من جواهر كلمه وعد ما اشتهر من تآليفه البديعة النظام ومصنفاته الرفيعة الانتظام. أما تآليفه رضي الله عنه فقد عظمت قدرا واطلعت في كل أفق بدا. عرفتم مفور كماله الباهر وظهور خلافته العامة الحقيقة في علمي الباطن والظاهر بل وفي المقامات العلية وكمال التخلق بالأخلاق المحمدية. فلقد فاز من كل ذلك بالحظ الجسيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن تآليفه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية والدعوة التامة والتذكرة العامة وغيرها من الكتب المذكورة في كنز البراهين. نفعنا الله به وبكتبه في الدارين آمين. وأما الكلمات فمنها الزهد بشير السعادة ومظهر العناية وعنوان الولاية وهو لأهل نعيم عاجل ولا يستطيعه إلا من شرح الله صدره بإشراق الأنوار المعرفة واليقين. ومنها الذي يؤثر الدنيا على الآخرة شاك مرتاب والذي يسوي بينهما غوي أحمق والذي يؤثر الآخرة على الدنيا هو المؤمن الكيس الحازم. والبواقي في الكنز بالبيان رضي الله عنه وعن كل أهل الفرقان. رضي الله عن الحدادي be
الخامسة في شهادة الكمل له من معاصريه لمشاهدته من الكمال فيه، والله يقول الحق على لسان الخلق الغالب أن المعاصرة معاصرة، فالمعاصر لا يناصر إلا من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من رب الأنام، منهم السيد عمر بن عبد الرحمن لما جاءه الحداد قطب الرحمن زائرا ومتبركا ومستمدا أهاله أمره وعظم لديه قدره، وكشف الله له أنهالي وما هو عليه من كمالي وما هو بيبه من شهود جمال الله وجلالي. قال عند ذلك ما ظننت أن الله تعالى يوجد في زماننا مثل هذا السيد، وما هو إلا أمة وهدى ولم يكن من أهل هذا الزمان، وإنما أهرزه رحمة لهم الرحمن، وأبى يتقدم عليه عند إمامة الصلاة والدعاء، ثم لما طلب منه أن يلبسه أبى أشد الإباء، إلا أن يلبسه فلبس منه وألبسه خرقة الأسفياء، ومنهم السيد عبد الله بن خردبا علبي رضي الله عنه. كان يقول السيد عبد الله الحداد رضي الله عنه اتصف بصفة الأكابر فالشيخ محي الدين عبد القادر، إن طوى فيه من طوى في الأولين من الأسرار فالزموه في كل الأطوار، وقال إن شئت أن تظفر بالعلم فعليك بمجالستي، فإن مجلسه لجميع العلوم لا يتركه إلا شقي مهروم. رضي الله عن الحداد القطب فخر الأمجاد، رضي الله عن الحداد القطب فخر الأمجاد، رضي الله عن الحداد
ومنهم العارف بالله السيد أحمد الهندي يقول إن سيدي عبد الله الأداد للناس كالشمس لا غناء لهم منها أبدا وما بلغ أحد مقامه حتى يخبران وإنه كان مجتهدا لا مقلدا وقولوا لأهل مكة إن أردتم العلم فهلموا إليه ولا تهدثوني بأحاديث أهل الزمان إلا أن يكون كلامه فإنه كلام الناس فيحصل به النفع الواضح وأما كلام غيره فلا يكون مثل كلامي ومنهم السيد أحمد بن زين الجحبشي يقول الحال من الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا عبد الله الحداد واحد بل الذي نعتقده وندينه به أنه ورث جميع أهوال السابقين واللاهقين الصديقين وكافة المقربين والأقطاب الكاملين رأينا ذلك عيانا وكشفا وبيانا ورأينا في غيره تصديقا واعتقادا جعل الله لنا محبته يوم القيامة زادا وقال ما كان لنا أن نقدم على كلامه كلام غيره إلا ما كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكون معانيهما قد رسخت في قلبي وامتزجت بسره ولبي وكلامه مستمد منهما قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ومن جاء بالقرآن محمد الهادي ذو الجلال صلى يا روم
السيد العظيم مثل الشمس الشارقة في لحظة النهار من غير سحاب ولا غبار، ولا يوجد فيه لمعترض ذرة مما يقتضي الاعتراض، ولا يشم منه في عبادة ولا عادة راهية عود ولا انخفاض، فهو من النعمة العظيمة ومناهجه المستقيمة وأبواب جنانه النعيمة، وأهل زمانه ليسوا شاكرين ولا سالكين ولا طالبين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال: لو قال مئة إمام بقول وقال شيخنا الحداد بخلافه وجب على الكل الأخذ بقوله، لأنه القطب والغوث، ويلزم اتباع صاحب الوقت لكمال فضله رضي الله عنه وسائر السادة الكرماء وجميع أوليائه العلماء. ومنهم السيد أحمد بن هشام الهبشي يقول: إن عبد الله الحداد رضي الله عنه روحاني ليس فيه من البشر بقية نفعنا الله بجاهه في كل فعل ونية. ومنهم السيد الشيخان بن الحسين كان يسميه كعبة القلوب، حمان الله بحرمته من العيوب والكروب. ومنهم السيد علي بن عبد الله العارف بالله يقول: إن عبد الله الحداد رضي الله عنه سلطان آل بعلوي في هذا الزمان، اللهم بحرمته الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومنهم السيد المكاشف أحمد بن ناصر يقول: إنه في هذا الزمان عطية من الرحمن، له همة علوية وحال فائق كأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه، فاغتنموه، ما جاءنا في مكاننا إلا هدية من الله المنان، هنيئا لكم يا أهل حضرموت بمجالستكم لهذا الولي الكريم وظهوره عندكم، فهو خليفة الله في تريم. هذا آخر ما نقل من الشهادة عن أهل السعادة، أنال الله بهم الحسنى وزيادة، وهذا المذكور إنما كان في أوائل أمره ومبادئ حاله، فكيف بعدما وصل إلى غايات كماله. القطب فخر